بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله ميعادنا مع المحاضرة رقم 10 من محاضرات بلوك 3 مادة M359، آخر حاجة وقفنا عندها المحاضرة اللي فاتت في سيشن 7 كان صفحة 61. النهاردة بإذن الله هنبدأ في موضوع الكومبوزيت كويريز. طبعا كل المحاضرات اللي فاتت كانت بتتكلم عن السيمبل كويري او الكويري البسيط. يعني ايه؟ في المحاضرات اللي فاتت احنا تعرفنا على الكويري سبيسيفيكيشن، وقلنا ان الكويري سبيسيفيكيشن معناها ان انا عندي كويري بتحتوي على كلوز واحده وفيها سيلكت، فيها فروم، فيها وير، جروب باي، هافنج، مش مهم، ولكن هي عباره عن كويري سبيسيفيكيشن واحده. لكن طبعا في بعض الكويريز لا يكفيها فقط كويري سبيسيفيكيشن واحده. طب مثلا ممكن تديني مثال؟ حاضر. لو انت حبيت تعمل مقارنه ما بين صفوف جدول معين وناتج اجريجيت فانكشن مش هتقدر. طب ايه الحل؟ لازم الاول تروح توجد ناتج الاجريجيت فانكشن، وبعد كده تروح تعمل مقارنه ما بين ناتج الاجريجيت فانكشن وكل صف من صفوف الجدول. هو ده اللي خلانا نروح نفكر يعني في عمل كويري تكون مركبة او معقدة الى حد ما باستخدام اكتر من كويري سبيسيفيكيشن. اقدر اعمل بقى تو كويريز مع بعض واربطهم مع بعض من خلال مثلا يونيون. ده طبعا احد الدروس اللي احنا هندرسها النهاردة. هندرس يونيون وهندرس اكسبت وهندرس ان شاء الله كمان موضوع الانترسكت. يبقى كل الفكرة ان انا اقدر اعمل كويري، الكويري ده مكون من اكتر من كويري سبيسيفيكيشن، بيسموه الكومبوزيت كويري، يعني الكويري المركب. طبعا بيحتوي على اكتر من جملة سيلكت واكتر من جملة فروم واكتر من جملة وير، مش لازم تكون جملة واحدة. يبقى احنا كده فهمنا احنا هنشتغل ازاي مع بعض. بالنسبة لموضوع الريتريفال يوزنج كومبوزيت كويريز بيتكون من الموضوعات الفرعية التالية: اليونيون اوبريتور، وده اللي احنا هندرسه مع بعض، والسب كويريز، ده موضوعنا المحاضرة الجاية، وبعد كده عندي موضوعات تانية زي اوتر ريفرنسز اند كورليتد سب كويريز والكوانتيفايرز والسب كويريز فيرسس جوينز والسب كويريز ان ذا فروم كلوز. ده ان شاء الله هتكون يعني الموضوعات اللي جاية. هنا اول حاجة هنبدأ نناقشها مع بعض في محاضرتنا النهاردة هو موضوع اليونيون. زي ما اتفقنا هنشتغل على اليونيون والانترسكت والاكسبت. كل الفكرة ان احنا درسنا اليونيون قبل كده. لو تفتكر معايا في الريليشنال الجبرا هتلاقيها نفس الفكرة، ان احنا كنا بنروح نعمل عملية جمع لنواتج عدة كويريز مع بعض. عايزين نجمع نواتج عدة كويريز او طلبات مع بعض بشرط ان هو يكون في نوع من التوافق، يكونوا متوافقين. يعني ايه؟ يعني كومباتبل. هتقول لي يعني ايه كومباتبل؟ انت قلت لي علشان خاطر اجمع نواتج عدة طلبات او عدة كويريز مع بعض لازم يكون عندي حاجة بيسموها الكومباتبيليتي اللي هو التوافقية. يعني ايه؟ اكتب عندك رقم واحد، يكون ليهم نفس عدد الاعمدة. يبقى الجداول اللي انت هتجمعهم مع بعض او هتروح تجمع نواتج الجداول دي مع بعض، نواتج الكويريز اللي هتطبق على الجداول دي مع بعض، تروح تمسك الجداول وتقول لي هما ليهم نفس عدد الاعمده، اقول لك تمام. يبقى رقم واحد الكومباتيبلتي معناها ان يكون لهم نفس عدد الاعمده. رقم اتنين ان تكون الاعمده من نفس النوع، من نفس الداتا تايب، ولا يشترط نفس الاسم. يبقى الكلام ده مهم جدا علشان هنبدا نشتغل بيه دلوقتي. مش شرط ان تكون الاعمده بنفس الاسم، لان الاعمده اللي هتكون معايا في الفاينل تيبل بتحمل اسم الكويري الاولى. يبقى ممكن حضرتك كده تقول لي يعني ايه كومباتبل؟ كومباتبل المقصود بيها رقم واحد ان يكون لهم للجداول دي يعني نفس عدد الاعمده. رقم اتنين أن تكون الأعمدة من نفس النوع، يعني من نفس الداتا تايب، ولا يشترط إن هما يكونوا بنفس الاسم، لأن الأعمدة
اللي هتكون في الفاينل تيبل بتحمل اسم الكويري الاولى. وهنعمل الكلام ده عملي حالا مع بعض. يعني هنا بيقول لك ايه؟ combines the results of separate compatible queries. هو ده اللي احنا قلناه، عبارة عن جمع نواتج عدة طلبات او عدة queries مع بعض، طبعا separated منفصلة. provide a table which contains the staff number name and position of. كل الفكرة ان هو هنا عايز يطبق اللي احنا بنقوله ده من خلال مثال. المطلوب منك ايجاد الجدول الذي يحتوي على ارقام الموظفين الستاف نمبر، يبقى انت هتجيب له الجدول اللي فيه الستاف نمبر والنيم واسماء الموظفين والبوزيشن ووظيفة ايه الموظفين دول الستافز دول. تمام؟ طبعا الكلام ده لمين؟ لكل الاطباء، للاتش دكتور ولكل الممرضين. يعني هو عايز ايه؟ عايز الستاف نمبر وعايز النيم وعايز البوزيشن، ولكن مش للدكتورز فقط، لا للدكتورز والنيرسز، للدكاترة والممرضين، للأطباء والممرضين. الممرضين اللي بيعملوا طبعا مع الدكاترة في نفس ايه؟ في نفس المستشفى. طبعا من الطبيعي ان تكون وظيفة النيرس انها نيرس، وظيفة الممرضة انها ممرضة. هتقول لي طب ما انا عارف الكلام ده، هقول لك لا هتحتاج الكلام ده حالا. The table should represent a nurse's position as nurse. يبقى خلي بالك انت هنا بتيجي في الجدول بتاع النيرس وبتحط بدلها الكلمة دي اللي اسمها نيرس، بتحط الكلام ده يعني كبديل للعمود اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه position. هتقول لي ليه الكلام ده؟ لان انت عندك staff number وعندك نيم وعندك بوزيشن للدكتور. اما في النيرس انت عندك ستاف نمبر وعندك نيم وما عندكش بوزيشن. فاللي يحل محل العمود اللي اسمه بوزيشن بحط بداله قيمة ثابتة، بكتب نيرس ما بين اتنين سنجل كوت، وده يعتبر بالنسبة لسترينج بيتحط زي ما هو وبيتعرض زي ما هو. يبقى احنا كده فهمنا البوزيشن او الوظيفة بتاعت الممرضين هي نيرس. جميل جدا، علشان خاطر بعد شوية هنحتاج للكلام ده. هنا بيقول لك عايزك تعمل لي عملية كومباينيشن، يعني طبعا هتشتغل بيونيون، ولكن قبل ما نشتغل بيونيون هنعرف الفكرة ماشية ازاي. انا بيكون عندي تو كويريز، ما احنا اتفقنا ان انا هنا في الجزء بتاع الكومبوزيت كويري هروح اجمع اكتر من سيلكت مع بعض واكتر من فروم مع بعض. اذا ما عنديش سيلكت واحده، ما عنديش فروم واحده زي ما كنا بنشتغل في المحاضره اللي فاتت. هيكون عندي اكتر من سيلكت، اكتر من فروم، اكتر من هافنج، وهكذا. اعتقد كده الفكره كده بدات توضح. هنا بقول له سيلكت الستاف نمبر والدكتور نيم والبوزيشن من الدكتور. كلام سهل جدا، لو انت جيت كده اخدت كوبي بيست وروحت على البرنامج بتاعنا تقدر تنفذه عادي جدا. طبعا هنشتغل على الداتابيز اللي اسمها هوسبيتال M359 وهروح اشتغل على الهوسبيتال واقول له اوكي واعمل كنترول مع حرف الفي. هات لي كام عمود؟ هات لي 3، الستاف نمبر والدكتور نيم والبوزيشن من الجدول اللي اسمه دكتور. كلام سهل جدا ما فيهوش اي حاجه خالص. جيت بعد كده لو سمحت انا عايز كويري تانية. حاضر اهي، ويلا بينا نفهمها مع بعض. هاجي كده واروح اعمل كنترول مع حرف الفي واعلم طبعا على السطر ده، سطر السيلكت الجديد ده، واقول له SQL واكسكيوت سيلكشن. ايه اللي انت لاحظته؟ سيلكت الستاف نمبر، حاضر اهو، وهات لي النيرس نيم، حاضر اهي النيرس نيم، ولكن حط لي عمود في القيمه نيرس اهو. كل القيم اللي فيه مالها نيرس 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 زي ما انت شايف. طبعا دي عبارة عن كلمة سترينج فروم الجدول اللي اسمه نيرس. هتقول لي طب انت عملت الكلام ده ليه؟ احنا لسه قايلين من شوية انت عندك هنا في الدكتور عندك ستاف نمبر وعندك الدكتور نيم وعندك البوزيشن، لكن في النيرس عندك الستاف نمبر فقط وعندك النيرس نيم، ما عندكش حاجة اسمها بوزيشن. مش مصدقني؟ تعال نحط هنا بوزيشن وجرب
وقول لي ايه اللي هيحصل. طبعا هيقول لك ايرور طبيعي جدا، ما عندهوش كولمن اسمه بوزيشن، كولمن بوزيشن نوت فاوند. يبقى احنا كده علشان خاطر ما عندكش البوزيشن ممكن انت تحطه من عندك. اذا النيرس دي هتكون وظيفة كل النيرسز اللي عندي. لحد الان الكلام واضح جدا جدا. طب حضرتك عايز تعمل ايه؟ انا مش فاهم انت عايز تعمل ايه. انا عايز اعمل عملية كومباين ربط ما بين الكويري الاولى والكويري التانية. حاضر، عايز اروح استخدم بقى اليونيون. باستخدام اليونيون هتروح تحط جملة السلكت زي ما هي والسلكت التانية زي ما هي وتحط ما بينهم يونيون. ايه ده الكلام ده سهل جدا، مفيهوش حاجة خالص. الكلام ده سهل جدا، بجيب كويري اهو وبعد كده كويري تاني وما بينهم بحط يونيون. ايه الصعوبة في كده؟ يبقى انا عملت عملية ربط ما بين الاتنين دول. كليك يمين وكوبي ويلا بينا نروح نعمل هنا بيست، امسح كل حاجة واعمل بيست، هيطلع لي الناتج اللي انت شايفه. الستاف نمبر والستاف نيم، ايه ده؟ ده هنا الستاف نمبر ماشي وهنا الستاف نمبر ماشي، لكن هنا الدكتور نيم وهنا النيرس نيم. ايه اللي طلع لك ده؟ ده انا طلع لي حاجة تانية خالص، ولا هي دكتور نيم ولا هي نيرس نيم. حاضر اشرحها لك حالا. وبعد كده البوزيشن، امال فين النيرس؟ برضو هشرحها لك حالا. اعتقد كده فهمنا الفكره ماشيه ازاي. يلا بينا بقى. طبعا احنا شفنا النتيجه ولكن احنا يعني مش فاهمين طلعت ازاي. هنبدا نشرح الكلام ده حالا. الخطوات اللي فاتت اللي احنا عملناها، اللي الخطوه اللي فاتت كانت خطوه مهمه جدا جدا. كل اللي احنا عملناه رحنا عملنا كويري بيدينا الستاف نمبر اللي هو الرقم بتاع الموظف اللي هو الطبيب يعني، والنيم الاسم بتاع الطبيب تمام، والبوزيشن بتاعه الوظيفة بتاعته. وبعد كده في نفس الخطوة رحت عملت كويري تاني هيجيب لي الرقم بتاع الممرضة والنيم بتاعها اسم الممرضة. وبعد كده انا ما عنديش بوزيشن فحطيت بدلها نيرس. دي الخطوة اللي احنا عملناها قبل ما نشتغل على اليونيون. يبقى القيمة دي قيمة موحدة انا حطيتها بشكل مباشر، هتتحط في كل الجدول زي ما شفنا من شوية. الخطوة التانية ان انا هبدأ احط جملة الكويري اهي زي ما هي وجملة الكويري اهي التانية زي ما هي وما بينهم يونيون. يبقى احنا عملنا الكلام ده على خطوتين علشان خاطر نفهم. الخطوة التانية ديت الهدف منها هي الربط ما بين التو كويريز اللي فاتت باستخدام يونيون. يبقى احنا كده اصبح عندنا حاجة بيسموها كومبوزيت كويري، يعني كويري مركب بيحتوي على اكتر من فروم واكتر من سيلكت. الكلام ده كلام جميل جدا جدا. السؤال المهم، النتيجة اللي ظهرت لي انا مش فاهمها، حالا اشرحها لك. السؤال بقى الاهم، هو انت امتى حضرتك بتستخدم اليونيون؟ اكتب عندك ان احنا بنستخدم اليونيون اذا كان هناك حاجة لجدول بيحتوي على صفوف من اكتر من جدول. بنحتاج اليونيون لو حضرتك عايز تنشئ جدول، الجدول ده بيحتوي على صفوف من اكتر من جدول. الكلام ده كلام جميل جدا جدا. اللي انت بقى بتسأل عليه، اول حاجة الجدول الناتج الفاينل تيبل بتاعك لو تلاحظ هتلاقي بياخد اسم الأعمدة بتاعته من الكويري الأول. لو أنت مش مصدقني أهو، الستاف نمبر اكتب عندك ده أول عمود، دكتور نيم ده العمود التاني اللي موجود في دكتور، صح كده؟ الدكتور نيم، ولكن أنا عايز أخلي بدل ما يكون اسمها دكتور نيم يكون اسمها ستاف نيم، لأني لما أجي أعمل ربط هيطلع لي جدول في دكاترة وممرضين، فما ينفعش أسيبه زي ما هو دكتور نيم وإلا هتكون معلومة مضللة. مش كلهم دكاترة، ده فيهم دكاترة وفيهم في نفس الوقت ممرضين. يبقى الدكتور نيم أنا أخليها ستاف نيم. جميل جدا جدا لحد الآن. وبعد كده البوزيشن، يبقى أنا عندي ستاف نمبر
والستاف نيم والبوزيشن. ارجع بقى هتلاقي فعلا الستاف نمبر، الستاف نيم، البوزيشن. يبقى انا كده فهمت الفكره ماشيه ازاي. يبقى انا كده رحت عملت عمليه ربط ما بين الاتنين كويري دول، وبظهر الصفوف المشتركه ما بين الجدولين دول. هيطلع لي الستاف نمبر والستاف نيم والبوزيشن، واي نيرس البوزيشن بتاعتها هتكون نيرس. اعرف منين؟ اهو كل دول عباره عن نيرسز، اهو واضحين جدا جدا، كل دول عباره عن نيرسز. يبقى انا عملت عمليه ربط. كل الفكره ان انا محتاج جدول يحتوي على صفوف اكتر من جدول، هو ده فايده اليونيون. يجي واحد يقول لي طب انت عندك هنا ستاف نمبر وعندك هنا نيرس نيم، هنا عندك ستاف نمبر وعندك هنا الدكتور نيم، وهنا في بوزيشن وهنا مفيش، فانت حطيت دي بدلها، طب شيلها، هيطلع لك مشكله. شيلها كده وشيل الكومه وتعالى شغل، لازم يطلع لك ايرور، لازم يطلع لك ايرور. ليه بقى؟ هو ده اللي احنا هنقوله حالا. لما تيجي سعادتك تشتغل باليونيون، من ضمن الشروط ان لازم يكون عدد الاعمده متساوي، يعني 1 2 3 1 2 3، دي من ضمن الشروط. هو ده اللي احنا هنقوله حالا. بيقول لك ايه؟ في مجموعه من الملاحظات لازم تكون واخد بالك منها. رقم 1، في حاله تواجد صفوف مشتركه بين الجداول لن يتم تكرارها في الجدول النهائي، لان اليونيون بتحذف التكرار نهائيا. فهمنا الفكره ماشيه ازاي؟ اذا هنا يونيون اوتوماتيكلي ريموفز اول دوبليكيتس. خلي بالك علشان الحاجات دي ممكن تيجي لك برضه في سؤال نظري. يبقى انا كده فاهم ان اليونيون ما بيعملش اي دوبليكيت. لو عندي اي صفوف مشتركه مش هيتم تكرارها في الجدول النهائي، لان اليونيون بتحذف التكرار بشكل نهائي. ده رقم 1. رقم 2، بيقول لك في رقم 2 كل الكويري سبيسيفيكيشن سوف يتم تنفيذه بشكل مستقل عن الاخر. يعني ده هيتم تنفيذه بشكل مستقل وده هيتم تنفيذه بشكل مستقل، تمام؟ يعني استخدام الالياس في اي منهم لن يكون له معنى في الكويري التانية. يعني لو حضرتك هنا عملت اي الياس ملوش اي لازمة. ليه؟ لانه بياخد الاسماء بتاعة الكولمز بتاعة اول كويري فقط. واحنا اثبتنا الكلام ده من خلال المثال النظري. الستاف نمبر والستاف نيم والبوزيشن هي اللي ظهرت معايا في الفاينل تيبل اهم. اعتقد كده الكلام كده واضح. فلما يجي يقول لك اتش كويري از بروسيسد اندبندنتلي، يعني بيتم تنفيذها بشكل ايه؟ بشكل مستقل. ده رقم 2، دي الملاحظه رقم 2. الملاحظه رقم 3 بيقول لك ايه؟ قلناها قبل كده خاصه بالفيرست كويري. اسماء الاعمده في الجدول الفاينل بتاعي في الفاينل تيبل هي الاسماء الاعمده بتاعت الجدول الناتج من الكويري الاولى. اهو بيقول لك الفيرست كويري ديفاينز ذا كولم نيمز. اعتقد احنا لسه اثبتنا الكلام ده حالا. رقم 4، الملاحظات دي مهمه. لابد ان يكون هناك توافق ما بين الكويريز. واحنا قلنا يعني ايه توافق؟ قلنا التوافق بيكون من حيث النوع، الداتا تايب، ومن حيث عدد الاعمده. يعني لازم الستاف نمبر ده عباره عن نمبر، والستاف نمبر هنا ده عباره عن نمبر، الدكتور نيم هنا والنيرس نيم الاثنين نوعهم سترينج، البوزيشن سترينج وكمان النيرس سترينج. بتقول لي الكلام ده ليه؟ علشان بعد كده هدي لك مثال يلخبطك. طيب اعتقد كده الفكره كده واضحه. يبقى لابد وان يكون ده النوت الرابعه، الملاحظه الرابعه والاخيره في الملاحظات بتاعتي وانا شغال على اليونيون، لازم اخلي بالي منها. لابد ان يكون هناك توافق بين الكويريز، والتوافق معناه ان يكون هناك توافق من حيث النوع، الداتا تايب، وعدد الاعمده. وقلنا قبل كده لا يشترط نفس الاسم، لان الاعمده في الفاينل تيبل ستحمل اسم الكويري الاولى.
اعتقد كده الكلام ده كررناه اكتر من مره. The two queries must be union compatible، لازم تكون union compatible، لازم يكون في نوع من التوافق. ولكن خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا جدا، لا يشترط ان يكون التوافق في البارامتر للداتا تايبس، بمعنى اذا كانوا عمودين من النوع char سوف يكونوا متوافقين بغض النظر عن الطول المحدد كبارامتر. يعني ايه؟ لو انت عندك الاتنين char ما تبصش على الطول، مش مهم، انا يهمني التوافق يكون في الداتا تايب. التوافق لابد ان يكون في الداتا تايب مش في الطول بتاع البارامتر. يعني لو عندك حاجه فارت شار 4 وحاجه فارت شار 5 الاثنين متوافقين، خلي بالك. يبقى احنا كده فهمنا الفكره ماشيه ازاي. اذا كانوا العمودين من نفس النوع شار مثلا سوف يكونان متوافقين بغض النظر عن الطول المحدد كايه كبارامتر، بغض النظر عن الطول المحدد كبارامتر. يعني ايه الكلام ده؟ عندك الاكسرسايز اللي هو 3.1 ده بيقول لك ايه؟ Why does the following query fail؟ ليه الكويري ده فيه مشكلة؟ هنبدأ بقى نتعرف على فكرة الكويري اللي هي فيها مشاكل وليه فيها مشاكل. انت عندك الكويري ده عبارة عن كومبوزيت كويري، كويري مركب، مركب من جملتين. ادي جملة سيلكت كاملة وادي جملة سيلكت كاملة، اعتقد كده تمام، وبربط ما بينهم بيونيون. سيلكت البيشنت نيم والهايت والبي، منين من البيشنت. يلا بينا نجرب الكلام ده ونشوف الفكره ماشيه ازاي. اروح اشغل هيطلع معايا عادي جدا، عايز البيشنت نيم وعايز الهايت، هات لي اسم المريض والهايت بتاعه. هاجي هنا هروح اجيب النيرس، مفيش اي مشكله خالص. اروح اجرب النيرس لوحدها، النيرس نيم وانون، مفيش اي مشكله خالص اهو. طبعا انا اشتغلت غلط، هقول له اس كيو ال واكسكيوت سيلكشن، هيجيب لي النيرس نيم وجنبها انون عادي جدا. طب انا عايز اعمل ربط، تعالى نعمل ربط، اعمل لي هنا ما بينهم يونيون وروح شغل، هيطلع لك ايرور. ليه هيطلع لك ايرور؟ there was an error reading كذا. ليه بقى الكلام ده؟ هنعرف حالا. عندك مشكلة، هنعرف المشكلة دي في ايه، وعلشان خاطر تتأكد ان انا شغال تمام خد الكويري كله زي ما هو الكومبوزيت كويري ده وروح جربه بنفسك، روح شغل هيطلع لك ايرور، مش هيشتغل. ليه بقى مش هيشتغل؟ عايزين نعرف ايه الفكرة. البيشنت نيم والهايت، يبقى عندي عمودين، وهنا النيرس نيم وهنا انون، يبقى عندي عمودين، يبقى لحد الآن في توافق، لأن احنا قلنا التوافق في عدد الأعمدة وفي نوعها. يبقى أنا كده فهمت الفكرة. طالما قلت لي نوعها يبقى انت كده بتغششني. الكويري ده مش هيتم تنفيذه بسبب ان ايه؟ they are not union compatible. لو جالك حاجة زي كده في الامتحان تقول له they are not union compatible. بسبب ايه بقى؟ العدد مفيش مشكلة، ولكن النوع بقى. ده patient name ده عبارة عن string، والنيرس نيم ده عباره عن سترينج او تشار. لو كانت تشار او سترينج المهم الاثنين من نفس النوع، مش مهم. واضح ان الاثنين على فكره فار تشار مش سترينج، الاثنين عباره عن فار تشار اللي هو عباره عن نوع من انواع البيانات بتاعتي، يبقى ده فار تشار وده فار تشار، لان السترينج على فكره بيكون ما بين اثنين سنجل كوت، خلي بالك. يبقى ده عباره عن البيشنت نيم والنيرس نيم ده عباره عن فار تشار. طيب لحد الان ما عنديش مشكله. المشكلة في الهايت والانون. الهايت عبارة عن نيوميريك، رقمي عددي، نوع فلوت نوع ديسمل، على فكرة هو ديسمل، يعني الهايت ده نيوميريك نوعه ديسمل، ولكن الانون عبارة عن سترينج. ليه؟ لأنها مكتوبة ما بين اتنين سنجل كوت. يبقى عندي هنا فارت شار وفارت شار، عندي هنا ديسمل وهنا سترينج، ما ينفعش. إذا هنا they are not union compatible. طب ايه الحل؟ بيقول لك ال height and the unknown are not of the same type. To correct the query use cast.
إذا أنت تقدر حضرتك تحل المشكلة دي، تقدر تعمل يونيون ما بين البيشنت والنيرس، وتظهر البيشنت نيم والهايت، صح كده؟ تظهر البيشنت نيم والهايت، ولكن هنا بدل يونيون هتغير في يونيون، لا هغير في الهايت، هخليها زي ما هي هايت، ولكن هعمل لها عملية كاستنج علشان خاطر احولها لنفس النوع بتاع اليونيون. اذا حل هذه المشكلة هو تحويل نوع واحد منهم للنوع التاني، بعمل عملية كاستنج. يجي واحد يقول لي طب ما انا ممكن احول الانون دي يبقى زيها زي الهايت، ازاي؟ ازاي تحول الانون لديسيمال؟ يعني كلامك غير منطقي، ما ينفعش ان انا احول الانون لديسيمال، ولكن ينفع احول الديسيمال ده لايه؟ لسترينج. ينفع احول الديسيمال ده لسترينج. اعتقد كده الفكره كده واضحه، هو ده المتاح بالنسبه لنا، تغيير الهايت من كونه ديسيمال الى فارتشار ولا الى سترينج. ايه رايك؟ هحوله لفارتشار. ما هو الفارتشار عباره عن ايه؟ عباره عن جمله سترينج، صح كده ولا انا غلطان؟ ما الفارتشار بكتب اسمي، بكتب عنواني، الادرس بتاعي، بكتب اي حاجه في صوره فارتشار، يعني كانها بالنسبه لي سترينج في البرمجه، تمام؟ هو ده الفارتشار بتاعي، وبحدد الطول، بقول له طول 4، ارجع تاني للداتا تايب. يبقى انا بقول لك ليه هنا سترينج؟ يعني اقصد بيه نص، مش اقصد بيه نوع سترينج، اقصد بيه نص تكست يعني. فهعمل الكلام ده ازاي؟ المساله سهله جدا. هاجي كده الهايت بتاعي عايز احوله لفارتشار طول 4. طب يجي حد يقول لي انت بتحوله ليه؟ لا انت كده بتنسى، انا بحوله علشان خاطر النوع ده اللي هو الانون ده نوع سترينج نصي، اما الهايت ده نيوميريك، فغصب عني لازم احول الهايت اخليه شبه ده. اخليه شبه ده ازاي؟ بقول له الهايت خليه فارتشار طوله 4. طب ليه طوله 4؟ لان اصلا الهايت طوله 4، الهايت كان عبارة عن ديسمل وطوله 4، فأنا بخليه فارتشار وطوله 4، وقبلها بكتب كلمة كاست. اوعى نكون نسينا الكاست. الكاست بتعمل عملية تحويل كونفرتنج من داتا تايب للتانية. يبقى بحول الهايت من ديسمل لفارتشار طولها 4، كأنها عبارة عن سترينج أو نص بمعنى صح عشان خاطر ما تتلخبطش، عبارة عن نص طوله 4 كاركتر، طوله 4 خانات. اعتقد كده الفكره كده وضحت. يلا بينا بقى نجرب الايه المثال ده ونروح نشتغل كده، وان شاء الله هيشتغل معانا تمام. نروح نجرب، الحمد لله ما طلعليش اي مشاكل. يبقى انا كده قدرت اجيب البيشنت نيم واجيب الهايت، اهو ادي البيشنت نيم وادي الهايت بتاع البيشنت من جدول البيشنت، وكمان بتاع النيرس. النيرس لو ما كانش ليها هايت، وهي فعلا ملهاش هايت، هيتكتب قدامها ايه؟ قدامها unknown. يبقى انا كده فهمت الفكره ماشيه ازاي. يجي واحد يقول لي بس ده patient ودي nurse. ماشي، انت عندك حق. تعالى كده نقول له as مثلا اي حاجه، as my name، مش مهم، المهم ان انا مش عايزها تكون patient لان دي nurse، دي مالها؟ دي nurse. يبقى my name والهايت، اسمي اهو والهايت بتاعي، مش مهم انا ايه بقى، هل انا بيشنت ولا نيرس، مش مهم. طبعا تقدر تعمل الكلام ده، لكن هو هنا ما طلبهوش منك. يبقى احنا كده فهمنا الفكره ماشيه ازاي. بيقول لك هنا الهايت اند انون ار ناو اوف ذا سيم تايب، الاثنين من نفس النوع، دي برضه فارتشار ودي فارتشار، مش مهم دي طولها كام. احنا اتفقنا من شويه، ارجع تاني للفيديو، نفس فيديو النهارده، قلت لك ان مش مهم يكون الطول هنا قد ايه والطول هنا قد ايه، المهم بالنسبه لي الداتا تايب فارتشار وفارتشار. يبقى احنا كده الحمد لله خلصنا اليونيون، نبدا بقى نشتغل على الاكسبت والانترسكت. الاكسبت والانترسكت زيها زي اليونيون، بتستخدم لعمل ربط ما بين نواتج الكومباتبل كويريز. عندي كومباتبل كويريز متوافقه مع بعض زي الكويري ده والكويري ده، عايز اروح اربطهم مع بعض، دول بيسموهم كومباتبل كويريز. اسال نفسك، هو انت عايز تربطهم بيونيون
ولا اكسبت ولا انترسكشن. هتقول لي ايه الاختلاف؟ هو ده اللي انا عايز اقوله لك. هنقول الاختلاف حالا، ايه الفرق ما بين اليونيون والاكسبت والانترسكت. اول حاجه لازم تكون عارف ان الاكسبت يقابلها في الريليشنال الجبرا يقابلها ديفرنس. يبقى اكتب كده جنب اكسبت، اكتب ديفرنس. يبقى لما اجي استخدمها في الريليشنال الجبرا استخدمها باسم ديفرنس، هنا بستخدمها اكسبت. الانترسكت يقابلها في الريليشنال الجبرا انترسكشن. انا بفكرك فقط. يلا بينا بقى، انت ما قلتليش وظيفه الاكسبت ايه وظيفه الانترسكت ايه. انا خلاص عرفت وظيفه اليونيون، بروح اجيب صفوف من جدولين وبحطهم في جدول واحد. شكرا. والاكسبت وظيفتها ايه؟ اكتب عندك ايجاد الصفوف الموجوده في الكويري الاولى وليست موجوده في الكويري الثانيه. ينفع تبدل، ينفع تعمل كوميوتيف. يعني هل الاكسبت كوميوتيف؟ يعني ايه؟ واحده واحده. انا بقول لك وظيفتها ايه، انت قلت لي ايجاد الصفوف الموجوده في الكويري الاولى وليست موجوده او غير موجوده في الكويري الثانيه. ينفع تعكسها؟ يعني ينفع تقول لي ايجاد الصفوف الموجوده في الكويري الثانيه وليست موجوده في الكويري الاولى؟ طبعا لا، طبعا لا. لو انت عايز تعمل كده حط الكويري ده مكان الكويري ده بس، بدلهم. لكن ما ينفعش انك انت تغير لي في المعنى. معنى الكلام ده ايه؟ اهو اللي انا شايفه بعينيا ده، ان انا عايز اجيب الصفوف الموجوده في الكويري الاولى وليست موجوده في الثانيه، وما ينفعش ان انا اقراها بشكل عكسي، وهنعرف الكلام ده حالا. طب وظيفه بقى الانترسكت ايجاد الصفوف المشتركه فقط. يبقى خلي بالك لازم تفرق ما بين الثلاث حاجات. اليونيون، علشان لو حد كان متلخبط فيها فايدتها ايه، انا بعيد تاني. اليونيون وظيفتها بروح اجيب الصفوف الموجودة في كلا الجدولين وبحطها في جدول واحد فاينل تيبل. شكرا. وظيفة الاكسبت ايجاد الصفوف الموجودة في الكويري الاولى وليست موجودة في الكويري التانية. شكرا. الانترسكت وظيفتها ايجاد الصفوف المشتركة. لو كنت قلت الكلام ده غلط في اليونيون معلش سامحني. الانترسكت وظيفتها ايجاد الصفوف المشتركة بين الكويريز. جميل جدا جدا لحد الان. في المثال اللي انت شايفه ده انا عايز هنا ايجاد الطلاب والمواد التي لم يسلم لها الطلاب اي واجبات. عايز اجيب الطلاب والمواد التي لم يسلموا لها اي واجبات. اهو هو ده اللي انا عايز اعمله. يلا بينا. رحت عملت الكويريز كل كويري لوحده، وبعد كده حطيت ما بينهم الانترسكت، اسف حطيت ما بينهم الاكسبت. رحت جبت الكويري ده لوحده وجبت الكويري ده لوحده، وبعد كده حطيت ما بينهم الاكسبت. يبقى انا عايز كل الطلاب وكل المواد من الجدول اللي اسمه انرولمنت، بشرط ما يكونش الطلاب دول في المواد دي عملوا ايه، سلموا اي assignments. فهمنا الفكره ماشيه ازاي؟ ما سلموش اي واجبات. يلا بينا. هنا طلع لي ايرور بيقول لي assignment not found. عنده حق، انت شغال في الهوسبيتال، ايه اللي انت بتعمله ده؟ هو عنده حق، احنا اللي دايما بننسى الحركه ديت، بس احنا عايزين نتعلم مع بعض. M359 وبدل الهوسبيتال هخليها اليونيفرستي واقول له اوكي، وبعد كده كنترول مع حرف الفي لازم يطلع لي اللي انت شايفه. يبقى خلي بالك الطلاب دول في المواد دي ما سلموش اي واجب. اعتقد كده الفكره كده واضحه. الطلاب والمواد اللي موجودين في الانرولمنت وليسوا موجودين في الاسايمنت. يبقى انا بقراها بشكل مختلف.
الطلاب والمواد اللي موجودين في جدول الانرولمنت وغير موجودين في جدول الاسايمنت. طيب يجي واحد يقول لي سؤال وانا اللي عايز الاجابه، يقول لي لو سمحت انت جبت لي الطلاب واسماء المواد اللي الطلاب ما سجلوش فيها واجبات، طب ما تجيب لي بقى الطلاب اللي سجلوا. بالله عليك دي محتاجه اي حاجه؟ شيل اكسبت وحط انترسكت بس، هي شيل اكسبت، انا حتى مش هعمل كوبي لاي حاجه خالص غير كلمه انترسكت، هشيل اكسبت اهي، شيلها وحط ايه الانترسكت. يبقى دول الطلاب اللي سجلوا المواد دي تمام، وايه وسجلوا لها واجبات او سلموا لها واجبات. الطلاب دول اللي سجلوا المواد دي سلموا لها assignment، سلموا لها واجبات. اعتقد كده الفكرة كده واضحة وما عنديش اي مشاكل خالص ومفهومة الحمد لله لحد الان. فهمنا يعني ايه union وفهمنا يعني ايه intersect ويعني ايه accept. عندي بعد كده بقى exercise بيقول لك are the following two queries well formed SQL if not why not. هو الكويري دي معمولة صح ولا في مشكلة، وقول لي ايه المشكلة بتاعتها. What request would the query be used to answer؟ ماشي مفيش أي مشكلة خالص. What request would the query be used to answer؟ هروح أعمل الكلام ده كده كوبي وأروح أجرب وأعرف الكويري ده هل في حاجة ولا لأ، وأروح أشغل طلع لي ايرور. ليه بقى؟ السوبرفايزر. السوبرفايزر دي بتتكلم على نيرس وسوبرفايزر، برضو وقعنا في نفس المشكلة. أنا ما عنديش نيرس فين؟ في الـ University، عندي في الهوسبيتال. هقول له M359 وبعد كده عايز الهوسبيتال، وأقول له أوكي وأروح أشتغل وأقول له عايز أعمل ران. الحمد لله طلع لي اللي أنا عايزه. عايز الستاف نمبر اللي من نيرس ومش موجود كسوبرفايزر، فين؟ في الجدول اللي اسمه سوبرفايزرز. ايه الكلام ده؟ كلام سهل جدا ما فيهوش حاجه خالص. انا كل اللي انا عايزه، عايز ان الستاف ده الموظف ده هو عباره عن موظف في جدول النيرس، ولكن هي عباره عن ممرضه وليست سوبرفايزر، مش مشرفه. يبقى هي عباره عن ممرضه ولكنها ليست مشرفه، ليست سوبرفايزر. يبقى كل دول عبارة عن ممرضات فقط وليسوا سوبرفايزر. طب وإيه المشكلة؟ هل في أخطاء على الإطلاق؟ بس يبقى ده عبارة عن إيه؟ well formed. It's nurses who aren't supervisors، عبارة عن ممرضات ولكنهم ليسوا مشرفين. الكلام تمام تمام تمام. طب بالنسبة للكلام ده هل برضه والفورمد اس كيو ال ولا لا؟ يلا بينا ناخده كوبي بيست ونروح نجرب. على فكره احنا لسه عاملينه من شويه، نفس الكويري ما فيهوش اي جديد. فاكر النيرس والبوزيشن هو هو، عايز الستاف نمبر والدكتور نيم كستاف نيم والبوزيشن من جدول الدكتور، واعمل لها يونيون مع الستاف نمبر والنيرس نيم والنيرس from a nurse. جميل جدا. عد لي الأعمدة، لأن احنا اتفقنا اليونيون ليه شروط، واحد اتنين تلاتة، ودي واحد اتنين تلاتة. الداتا تايب واحدة، البوزيشن هنا هو هو النيرس من حيث الداتا تايب، ده فارتشار وده كمان فارتشار. لو جيت شغلت مش هيحصل عندك أي مشاكل. يبقى هنا well formed lists doctors and nurses with their position، بيعرض لك الدكاترة والممرضين والبوزيشنز بتاعتهم والوظائف بتاعتهم، بيعرض لك الرقم بتاع الدكتورز والنيرسز والأسماء بتاعتهم والبوزيشنز بتاعتهم والوظائف بتاعتهم. فاكر لما قلت لك ركز معايا، هو أنا ينفع أبدل في الإكسبت؟ مش أنت قلت لي إن الإكسبت وظيفتها ايجاد الصفوف اللي موجوده في الكويري الاولى وغير موجوده في الكويري الثانيه، وقلت لك ما ينفعش تعكس المعنى.
هتعكس المعنى ازاي؟ اللي موجود في الاولى وغير موجود في التانية. عايز تعكس المعنى؟ بدل بقى اماكن الكويري. اذا ما ينفعش ان الاكسبت تكون كوميوتيف. هنا بيسألك الانترسكت اند اكسبت هل هي كوميوتيف ولا لا؟ هل ينفع تطبق عليها فكرة التبادل؟ تبادلية يعني ولا لا؟ الانترسكت اه ينفع، اما الاكسبت ما ينفعش. طب الانترسكت تنفع ليه؟ سهلة جدا، اللي هنا واللي هنا لو انت طبعا ده مش انترسكت ولا ده، ده انترسكت اهو. انا عايز المشترك ما بين ده وده، لو جبت ده مكان ده ايه المشكلة؟ يبقى عايز برضو المشترك ما بين ده وده، من حيث المعنى مفيش اي مشكلة خالص. عايز المشترك ما بين ده ايا كان وما بين ده ايا كان، لكن الاكسبت انا بعيدها تاني ما ينفعش، لاني بقول له عايز الصفوف اللي موجودة في الكويري الاولى وغير موجودة في الكويري التانية. لو جيت عكستها من حيث المعنى يعني مش عارف تتفهم ازاي، يبقى اذا الاكسبت ما ينفعش تكون كوميوتيف، اما الانترسكت ينفع تكون كوميوتيف. المحاضرة الجاية باذن الله هنشتغل على اليونيون والسورتنج، وبكده تكون انتهت محاضرتنا النهاردة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.